Hello, good morning. We complete the last lesson in BREP 2. Lesson number 3 كان main group in the modern periodic table. طيب أخذنا في المين جروب، قلنا أول جروب عندي اللي هي 1A group A1 و called alkali. طيب وسميتها ليه alkali elements أو metals؟ قلنا لأن هي give reason 1A group element of the 1A group in modern periodic table are called alkali metals only because they react with the water forming alkaline solution. طيب وعرفنا البوزيشن بتاع ال 1A group كان on the left side in the S block. قال لي تاني main group عندي 7A group or 17. 7A ده traditional number و 17 ده modern number. قال لي ايه called halogen، برضو هعرف location وهعرف general properties physical and chemical properties. طيب قال لي اول حاجة في الهالوجينز او 7A group، قال لي location، قال لي they are located on the right side of the modern periodic table before the inert gas. لو انا شايف الشيب اللي قدامي كله ده ان هو المودرن بريودك تيبل، فهي ده اللوكيشن بتاع الهالوجينز او 7A جروب بيفور الانورت او النوبل جاز اللي هي الزيرو جروب. طيب ايه كمان؟ قال لي لوكيتد ان البي بلوك، البوزيشن ده اللي هو الرايت سايد، احنا عارفين ان هو البي بلوك، يبقى يجي كومبليت. الكاي ميتالز ار لوكيتد اون، هنقول ليفت سايد، but halogens are located on right side او الـ A او الـ B block. طيب نعرف ايه بقى كمان؟ قال لي نعرف general properties، اول حاجة فيها الـ physical properties. قال لي they are bad conductor of heat and electricity، يعني they don't allow the heat to flow through it or they don't allow the electric to flow through it، زي مثلا البروماين، الايودين، الكلوراين، الفلوراين، ده كله كده من الاليمنتس اللي عندي في الهالوجين. قال لي زي باد كوندكتور اوف الهيت اند الكتريستي. طب ايه كمان؟ قال لي زير فيزيكال ستيت از جرادويتد فروم جاز ليكويد اند سوليد، يعني معنى كده ان الاليمنت كلها اللي موجوده عندي في 7A جروب او 17 او الهالوجين موجوده ان وان ستيت. قال لي نو in the three state. قال لي start with the fluorine and chlorine، two element دول fluorine و chlorine in gaseous state، يعني in nature موجودين gaseous state. ممكن اقدر اعمل لهم change into liquid by suitable condition، بس هم in nature موجودين exist in gaseous state الفلورين و الكلورين. طيب بعد كده البروماين، قال لي liquid state، البروماين liquid state and solid are solid موجود عندي اللي هو مين؟ قال لي الايودين، يبقى الايودين او الايودين ده solid. يبقى تاني كده قال لي طب والاي تي اللي هو الاستاتين؟ قال لي ده عباره عن artificial، يعني prepared in a lab by suitable condition. يبقى احنا هنتكلم عن اول بس four element، fluorine وchlorine ده in gaseous state والبروماين ليكويد ستيت، واخر حاجه الايودين او الايودين ان سوليد ستيت. يبقى التو فيزيكال بروبرتس عندي زي ار باد كوندكتور اوف الهيت اند الكتريستي. يبقى اول ديفرنشيت او اول ديفرنس بين الهالوجين والالكالاين اللي هو ال 1A جروب وال 7A جروب، ان ال 1A جروب زي ار جود كوندكتور اوف الهيت اند الكتريستي، اما الهالوجين زي ار باد كوندكتور اوف الهيت اند الكتريستي. طيب يجي true or false، liquid البروماين state in liquid، او true or false بروماين exist in liquid state، هنقول true لان هو فعلا البروماين liquid state. طيب ايه كمان؟ قال لي تعالى بعد كده نشوف chemical properties. اول حاجه كده قال لي they are monovalent element. طيب تعالى كده نشوف الالكترون كونفيجريشن للكلوراين او الفلوراين او الايودين او الايودين او او الفلوراين، يعني اي اليمنت فلوراين كلوراين بروماين.
قال لي تعالى كده نشوف الاليمنت دي الالكترونيك كونفيجريشن بتاعها ازاي. قال لي فور اكزامبل الكلوراي ده كده، قال لي 287، يبقى الكلوراين من ال 78 جروب او 17 اللي هو الهالوجين الاتوميك نمبر 17. قال لي 287، انا شايفه ان هو 7 يعني الاوتر موست انرجي ليفل كونتين 7. طيب يبقى هو نيد كام الكترون عشان يبقى ستيبل او كومبليتلي فيد؟ قال لي 1 الكترون، يبقى قال لي هسميه مونوفالنت. ليه المره دي مونوفالنت؟ قال لي because their outer most energy level contain 7 electron and tend to gain 1 electron during the chemical reaction and convert into negative ion. يبقى تاني نفرق ما بين ان الهالوجين كولد مونوفالنت وكمان الالكالاي كانت كولد مونوفالنت، بس نفرق في الريزنز اللي عند. يعني ايه؟ قال لي يعني الاليمنت اللي هي الالكالاي اليمنت او ال 1A جروب كولد مونوفالنت. قال لي ايوه، طب ليه؟ جيف ريزن. قال لي بيكوز ذا اوتر موست انرجي ليفل كونتين 1 الكترون، زي تن تو لوز ذا الكترون، عشان كده انا سميتها مونوفالنت. طب رجعت برضو سميت الهالوجينز او 7A جروب زي ار كولد مونوفالنت، بس المره دي بقى قال لي because their outermost energy level have 7 electron and tend to gain. الاسهل بالنسبه لها ان هي تعمل gain ولا loss؟ تعمل gain ل 1 electron عشان تبقى completely filled، ولا تعمل loss ل 7 electron؟ قال لي لا، الاسهل ان هي تعمل gain ل 1 electron and convert into negative ion which have negative charge. كل ده يبقى negative charge واحده، contain negative charge. طب تمام. قال لي طب بعد كده، قال لي زيار chemically active او زيار active element، هي active element so they don't exist in nature in elementary state. امال هي بتبقى موجوده ازاي؟ قال لي but they are found combining with other element forming chemical compound exist الاستيتين اللي احنا اللي هو الاي تي اللي احنا قلنا عليه prepared artificial. يعني ايه؟ قال لي يعني ما ينفعش الاقي بي ار لوحدها كده ان نيتشر. قال لي لا، ما ينفعش الاقي سي ال لوحدها كلوراين ان نيتشر. قال لي لا برضه. قال لي ليه؟ قال لي لان هي فيري اكتيف اليمنت، ما بتقدرش تقعد لوحدها، فدايما بتروح عامله ايه؟ قال لي بتروح عامله كومباين او بتعمل رياكت وذ اذر اليمنت فورمينج كيميكال كومباوندز. قال لي طب انا لو عايز اشوف الكلوراين لوحده وعايز اشوف البروماين لوحده وعايز اشوف الايودين لوحده، قال لي they exist in the form of diatomic molecules. يعني ايه؟ قال لي يعني عشان اشوف بقى البروماين لوحده ما يعملش react with other elements، قال لي هيبقى in state in diatomic. يعني ايه؟ قال لي يعني دايما بيبقى موجود br2. ليه؟ قال لي لان الاتوم الواحده اللي هي br، قال لي don't exist elementary، ما بقدرش اشوفها بي ار لوحدها، فعلشان اقدر احافظ على الاليمنت بالبروبرتس بتاعته واقدر اعرفه واقدر اتعرف عليه، قال لي خلاص هو موجود in nature in diatomic molecules. يعني دايما هتلاقيه بي ار 2، كلوراين سي ال 2، فلوراين اف 2، ايودين اي 2. يبقى عشان يقدر يحافظ على نفسه بيبقى ايه؟ قال لي زي exist in the form of diatomic molecules. دي برضو تاني ديفرنشيت عندي بتوين الهالوجين والالكالاي. ايه هي؟ قال لي ان الالكالاي بلاقيها عادي، ممكن الاقيها in nature one atom زي ان ايه؟ صوديوم، ليثيوم ال اي، بوتاسيوم كي. قال لي ما بيفرقش. قال لي بس الهالوجين زي exist in the form of diatomic. يعني ايه داي اتوميك مولكيولز؟ يعني فورمد اوف تو اتوم، يعني اتوم للبي ار وبي ار يديني مولكيول بي ار 2، ده بيعبر او انديكيت الاليمنت اللي هو البي ار اللي هو البروماين. طيب تمام. ايه كمان؟ قال لي زي رياكت ويز ميتالز فورمينج سولت. يعني لما بجيب اي اليمنت من الهالوجين ورياكت ويز الميتالز زي ان ايه فور اكزامبل بيديني سولتس. قال لي they are called halogen. ايوه انا فهمت ليه دلوقتي انا سميتها halogen، لان halogen means forming salts. halogen ده معناه forming salt، عشان كده انا سميت الجروب 7A halogen.
يبقى تاني كده بنسمي ليه ال بنسمي ليه الهالوجين او 7 a جروب بي هالوجين؟ قال لي بيكوز ذي فورمينج او رياكت ويز الميتالز فورمينج سولت. يبقى يجي يقول لي تاني جيف ريزون ال 7 a جروب ان مودرن بريودك تيبل كولد هالوجين. ليه؟ قال لي بيكوز ذي رياكت ويز الميتال فورمينج سولت، وهالوجين مينز فورمينج سولت. طب اكزامبل عليها قال لي الكي، الكي ده اللي هو الميتال بلس بي ار 2 اللي هو البروماين اللي هو الهالوجين اللي عندي، هيديني ايه؟ قال لي بريديوس كي بي ار بوتاسيوم بروميد، بوتاسيوم بروميد، و 2 كي بلس بي ار 2 بريديوس 2 كي بي ار، ده عشان البالانس بتاع الايكويشن. طب ايه كمان؟ اشهر سولتس عندي ال NaCl اللي هو الصوديوم كلوراين، اللي هو السولت اللي عندي اللي هو الفود سولت العادي اللي انا عارفاه. ايه هو بقى؟ قال لي 2 Na بلس Cl 2 تديني بروديوس 2 NaCl، ده صوديوم كلوريد. طيب ايه كمان اخر كيميكال بروبرتس عندي؟ قال لي each element replaces the element below in its salt solution. يعني ايه؟ قال لي فور اكزامبل انا عملت بريبير للبوتاسيوم بروميد اللي هو عملت 2K بلس BR2 ادتني 2K BR. قال لي طب انا عايزه اشيل البي ار واحط مكانها السي ال، قال لي ينفع؟ قال لي ايوه. طب ليه كده ينفع؟ قال لي ايوه الاليمنت دي عندها بروبرتس كويسه. قال لي ان ايتش اليمنت ريبليس ذا اليمنت، بس شرط حطيته مهم جدا، لازم الاليمنت يبقى بيلو ات. يعني ايه؟ قال لي يعني الفلوراين ريبليس الكلوراين، والكلوراين ريبليس البروماين، والبروماين ريبليس الايودين. بس ما ينفعش اقول ان الكلوراين ريبليس الفلوراين، لا، قال لي لازم الاليمنت بلو ات اللي تحته. يبقى تاني كده شايفه ايه؟ ان السي ال ريبليس البي ار، البي ار ريبليس الاي اللي هو الايودين. يبقى ايه هي الايكويشن؟ قال لي سي ال 2 بلس 2 كي بي ار تديني 2 كي سي ال، عملت ريبليس للبي ار بالسي ال 2، طلعت البي ار لوحده بي ار 2 الاليمنت تاني طلع. طب ايه كمان؟ قال لي سي ال 2 بلس 2 ان اي بي ار، حتى لو انا غيرت السولت، انا غيرت بس السولت الكي والان اي، ماليش دعوه، انا ليا دعوه بالبي ار. يا ترى السي ال هتعمل ريبليس للبي ار؟ قال لي ايوه، يبقى 2 ان اي سي ال. قال لي طب افرض انا هنا، افرض انا هنا ال 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 قلت ايه؟ 2 كي بي ار بلس اي 2 هتعمل ريبليس؟ قال لي تعالى كده نشوف الاي 2 جاي بعد البروماين، اه يبقى هتعمل. قال لي ايوه. ليه؟ لان السي البي ار هتعمل ريبليس للايودين، بس الايودين ما يعملش ريبليس للبروماين. يبقى تاني بقول ايه؟ بقول ان السي ال ريبليس البروماين، والسي ال برضو ريبليس هنا البروماين، حتى لو وات ايفر ان انا غيرت السولتس اللي عندي، والبي ار ريبليس الايودين. يبقى البي ار هتعمل ريبليس للايودين، اما الايودين ما يقدرش يعمل ريبليس للبي ار. يبقى بي ار 2 بلس 2 كي اي تديني 2 كي بي ار 2 بلس اي 2 اللي هو البروماين اللي عندي. يبقى انا كده عرفت الجنرال بروبرتس للهالوجين او 7 اي جروب، سواء كانت كيميكال او فيزيكال بروبرتس. يبقى تاني كده عرفت الكيميكال والفيزيكال بروبرتس، وعرفت كمان ليه كولد 7A جروب بالهالوجين. قال لي طيب معنى كده ان الفلوراين is the most active halogen but it doesn't replace other halogen in their salts because it reacts with the water which the salt dissolve in it. قال لي يعني انا ما اقدرش اجيب الكي بي ار ده باودر واقدر ان انا اعمل ريبليس للسي ال بلس مكان ريبليس البي ار. قال لي ليه؟ قال لي لا، لازم يبقى سولت سوليوشن، يعني لازم اعمل ديسولف للكي بي ار ده في الووتر. قال لي طب انا ليه ما اخدتش الفلوراين يعمل ريبليس للكلوراين؟ قال لي لا، الفلوراين لما حطيته ادد ان ال NaCl مثلا فور اكزامبل
قال لي ما اقدرش ان هو يعمل ريبليس مع انه موست اكتف، هو اكتر واحد فيهم اكتف. قال لي ليه؟ قال لي لقينا ان على عكس الطبيعي اللي بيحصل ان الفلوراين رياكت وذ الووتر، عمل رياكت مع الووتر وساب السولتس اللي عندي. يبقى نركز، بقول ان الفلوراين is the most active halogen but it doesn't replace other halogen in their salts. ليه؟ قال لي because it react with the water which is a salt dissolve in it. تمام؟ طيب. قال لي يبقى انا كده عرفت الهالوجين وعرفت كل حاجه فيها. قال لي يبقى انا كده عرفت كام مين جروب؟ قال لي 2 اللي هي 1A جروب و7A جروب. قال لي طب دلوقتي بقى هاخد ايه؟ طيب يبقى احنا كده اخدنا المين جروب ان المودرن بريودك تيبل. ناخد ايه كمان؟ قال لي هناخد حاجه كده صغيره، قال لي بروبيرتس اوف الاليمنت اند زير يوزز. هناخد كده كام اكزامبل اليمنت عندي ونشوف يوزز ليه. قال لي اول حاجه عندي الصوديوم. قال لي الصوديوم ان ايه؟ ده ميتال البوزيشن بتاعه في ال 1A جروب اللي هو الاس بلوك. قال لي ايه؟ قال لي الصوديوم ده لما بيبقى ان ليكويد ستيت، لما بيكون ان ليكويد ستيت، وبما ان الميتالز ده احنا قلنا ال 1A جروب جود كوندكتور اوف الهيت، قال لي سو ات يوز ان ليكويد ستيت ان ترانسفيرنج الهيت from inside the nuclear reactor to outside. يعني ايه؟ انا عندي nuclear reactor دايما بيعمل produce لي huge amount of الهيت. طب انا عايزه حاجه تخفف لي او تعمل لي decrease للهيت. قال لي خلاص هنعمل ايه؟ use sodium in liquid state، وبما ان هو good conductor of الهيت فهقدر اعمل ايه؟ قال لي خلاص هو هيعمل لنا transferring، هينقل الهيت منين لمنين؟ قال لي من inside the nuclear reactor to outside، بيبدا ان هو يعمل decrease للهيت في فين؟ قال لي في nuclear reactor. يبقى يجي give reason عندي sodium is used in liquid state in transferring the heat from inside the nuclear reactor to outside. قال لي so أو because إيه؟ قال لي this heat is used to obtain vapor energy required to generate electricity. الأول أنا قلت ليه أنا استخدمت الصوديوم؟ قال لي because it's good conductor of the heat. هو good conductor of the heat. قال لي طب إيه كمان؟ قال لي إن هو بعد كده بقدر أستخدم ال vapor energy دي to generate electricity. يعني برضه بستفاد منها. يبقى تاني كده الصوديوم بيعمل ايه؟ قال لي الصوديوم بيعمل ترانسفيرنج للهيت منين؟ قال لي من انسايد ذا نيوكليير، من جوه النيوكليير رياكتور تو اوتسايد، عشان يقدر يخفف لنا ويعمل ديكريز للهيت. قال لي بعد كده يوزد ذا اوبتين فيبر انرجي، بقدر استخدم الانرجي اللي انا طلعتها من النيوكليير رياكتور ده تو جنريت الكتريستي. يبقى انا عرفت كده اول اليمنت عندي. طيب تاني element قال لي كوبالت، كوبالت 16. قال لي الكوبالت ده transition element في الدي بلوك. قال لي طيب يا ترى انا هستخدم الكوبالت ده في ايه؟ قال لي it used in food preservation او saving الفود. طيب انا بقدر احفظ منه الفود ازاي؟ قال لي ان الكوبالت ده emit او produce gamma ray which prevents the reproduction of the microbial cells but don't harm human. يعني ايه؟ لقينا ان الكوبالت ده بما ان هو راديو اكتيف element، يعني بيعمل بروديوس او ايمت او راديات لي ري، لقينا ان هو بيعمل راديات لحاجه اسمها جاما ري. الجاما ري دي بتعمل ايه؟ قال لي بريفنت، يعني لما بحط الجاما ري على الفود قال لي بتعمل ايه؟ prevent reproduction of the microbial cells، يعني ما بتقدرش الميكروبس دي ما بتقدرش يحصل لها reproduction. قال لي طيب ما ممكن كده تعمل harm للهيومن؟ قال لي لا، الجاما ري قال لي don't harm human. يبقى يجي give reason cobalt is used in preservation of the food او food preservation او saving. قال لي because it emit gamma ray which prevent the reproduction of the microbial cells but don't harm human.
طب ليه الكوبس؟ لأن هو قلنا إنه بيعمل radiate أو emit للجاما ريج. طيب نمبر 3 في الإلمنت اللي عندي السيليكون، والسيليكون كان ميتالويد اللي هو have the both properties of the metals and the non-metal. طيب السيليكون بقى قال لي its slide is used in manufacturing or making the electronic device such as computer. يعني بقدر استخدمه، بعمله سلايدز كده وابدأ استخدمه في الالكترونيك ديفايس زي الكمبيوتر عشان اعمل منه حاجات جوه في الكمبيوتر. طب ليه؟ قال لي because it's semiconductor. because it's semiconductor which its ability to conduct electricity depend on temperature. يعني ايه؟ يعني ايه سيمي كوندكتور؟ يعني هو كوندكتور ولا نوت كوندكتور؟ قال لي لا، هو كوندكتور عادي للالكتريستي، بس في شرط معين كده. ايه هو؟ قال لي ان الابيليتي بتاعته تو كوندكت الالكتريستي بتعتمد ديبند اون التمبريتشر. يعني ايه؟ قال لي يعني لما بيلاقي التمبريتشر فيري هاي بيكون باد كوندكتور، طب لما بيلاقي التمبريتشر عاديه او نورمال قال لي بيبقى كوندكتور. يبقى تاني كده بيعتمد الكوندكتيفيتي بتاعته للالكتريستي ديبند اون ايه؟ قال لي ديبند اون التمبريتشر. يبقى يجي give reason، يقول لك السيليكون سلايد ار يوزنج ان ذا ميكينج ذا الكترونيك ديفايس ساتش اس كمبيوتر اند ترانزستور. قال لي بيكوز اتس سيمي كوندكتور. يعني ايه سيمي كوندكتور؟ يعني الابيليتي تو كوندكت الالكتريستي ديبند اون تمبريتشر، ديبند اون تمبريتشر. طيب ايه كمان؟ قال لي ليكويفايد نيتروجين. يعني النيتروجين لما ببدا اعمل له ليكويد، اعمله تشينج ان ليكويد ستيت، يعني بيبقى موجود ليكويد ستيت زي الصوديوم كده لما خليته في ليكويد ستيت. قال لي اتس يوزد ان بريزرفيشن او سيفنج ذا كورنا اوف كورنا اوف الاي ديو تو ذا ديكريز اوف اتس بويلنج بوينت. لقينا الليكويفايد نيتروجين ده عنده ديكريز للبويلنج بوينت. قال لي خلاص انا هبدا استخدمه ان انا احفظ بيه القرنيه بتاعت العين. قال لي ليه؟ قال لي بستخدمها في عمليات وحاجات، وانا دايما عايز البويلنج بوينت بتاعتها حاجه تحفظ الكورنيا اوف الاي دي في تمبريتشر قليله جدا. فانا لقيت ان الليكوفايد نيتروجين ده وهو نون ميتال، لقيت ايه؟ لقيت ان هو due to the decrease in boiling point. ليه؟ لان البويلنج بوينت بتاعته نيجاتيف 196 سيليزيوس ديجري. يبقى كده انا عرفت الليكوفايد نيتروجين. طيب اخر حاجه عندي الكول او الكربون. قال it used to get rid of undesirable odor inside refrigerator. يعني ايه؟ قال لي يعني الاودور يعني don't smell that's bad inside refrigerator. قال لي ليه؟ لان هو بيعمل collect للغاز الكول ده او الكربون، بيعمل collect للغاز on its surface، بيبدا يعمل collect للغاز اللي هو اللي smells bad ويبدا ان هو يخرجها من الريفريجيريتور من inside to outside. يبقى احنا كده عرفنا بروبرتس للاليمنت، عرفنا الصوديوم والكوبالت والسيليكون والكوفايد نيتروجين والكول، وعرفنا كمان اليوزز بتاعت كل واحده، وعرفنا كل سؤال جيف ريزون بيجي هنا. ويبقى احنا كده خلصنا ليسون 3 ان يونت 1 في بريب 2.